اديك قبل ما اقفل بس يعني فرص صغير ليك كده، ان في مفاجآت من العيار الثقيل في قائمه الراحلين عن النادي الاهلي، يا خليها لك مفاجاه ليك. لا اهدى بقى كده، خلينا في المنتخب. اهدى كده خلينا في المنتخب. لا 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 لا. طب بقول لك ايه، طب قول 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 اسمين. طيب كلامي لا مش هقول حاجه بقى طالما هتمشي. لا 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 خلاص اهو اهو سكت. قول قول يا مهيب، انت هتبتزني على الهواء يا مهيب. في لعيبه، في لعيبه كبار هيمشوا من النادي الاهلي السنه دي، مش هقول اكتر من كده. لا مش يعني مش بخبي عليك حاجه والله، بس ايوه كبار كبار مقاس ايه يعني؟ لا اكسلارج يا مهيب، انت هتعمل لي على هوا، هاجي لك بعد ما اخلص والله. والله العظيم لا لا الحاجات دي هتتقال في وقتها، انا بديك بس عنوان والله. طيب مش بخبي عليك حاجه، ما بخبيش عليك حاجه. انت حبيبي انا بشكرك، نورتني يا مهيب، نورتني. شكرا جزيلا. في مفاجاه عندك ان شاء الله، في مفاجاه عندك بكره ان شاء الله، مفاجاه كبيره. اه شغالين عليها اهو بنفسك، ربنا يخليك. شكرا شكرا. مهيب عبد الهادي بيقول مشاهدي ومشاهدي احدث مصر كواليس كتير ببقى معجب انا بازاي تبقى انسايدر انفورميشن او عندك معلومات من الداخل، ويبقى عندك معلومات من الداخل في الحقيقه برضو علشان تبقوا عارفين ان احنا عندنا معلومات من الداخل وتبقى مصدر ثقه الجميع، انه الناس كلها بتتكلم معاك، وده بيتمتع بيه فعلا مهيب عبد الهادي.